وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما. الصلاة يعني الدعاء، الصلاة عليهما يعني الدعاء، تدعو لهما. نعم. والاستغفار لهما. نعم، طلب المغفرة لهما. نعم. وإنفاذ عهدهما من بعدهما. الوصية، إذا أوصيا بوصية تنفذها إذا كانت وصية صحيحة وشرعية. نعم، تنفذها. إذا كان عليهما ديون تسددها عنهما. إذا كان لهما صديق تبر به بالصديق، لأن هذا يسرهما. نعم. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. كذلك من بر الوالدين بعد وفاتهما أن تصل الرحم المرتبطة بهما، كالإخوة والأخوات وبني الإخوة وبني الأخوات وهكذا، والأخوال والخالات والأجداد والجدات، هذا من إكرام الوالدين. نعم. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. إكرام صديقهما، إذا كان لهما صديق تكرمه، لأن هذا يسرهما، يسرهما وهم أموات. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. كان ابن عمر رضي الله عنهما يسير في الطريق فرأى أعرابيا، أعرابي، فذهب إليه وأركبه على دابته وألبسه عمامته. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا أعرابي، يكفيه أقل من هذا. قال: هذا صديق لعمر. قال: إنه صديق لعمر، فأكرمه هذا الإكرام عملا بهذا الحديث.